بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكون درسنا في هذه الجلسة عن طلب العلم، لأن كثيرا من الشباب يحبون طلب العلم ويحرصون عليه، ولكنهم قد يخطئون طريق التعلم. لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال إن لم يكن هو الأفضل، لأن العمل مبني على العلم، فلا يصح العمل إلا بالعلم، كما أن العلم لا يفيد إلا بالعمل، فهما مقترنان، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا بد أن يكون مؤسسا على علم، على هدى. فإذا كان العمل على غير علم صار ضلالا، كما هي طريقة النصارى وكثير من العباد الذين ليس عندهم علم. ما يوضح هذا أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم إنه أراد أن يتوب، فسأل عمن يفتيه هل له توبة أو لا، فدل على عابد جاهل، فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فغضب عليه وقتله وكمل به 100. ثم سأل عمن يفتيه هل له توبة، فدل على عالم من العلماء، فسأله فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها عباد صالحون فاعبد الله معهم. فتاب الرجل وخرج إلى الأرض الطيبة، وأدركته الوفاة في الطريق، فمات في الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال الحكم: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. والشاهد من هذا الحديث بيان فضل العالم على العابد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأما طالب العلم فهو على خير ما دام أنه يطلب العلم. وجاء في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فطلب العلم فريضة، كما في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فلا يجوز للإنسان
أن يبقى جاهلا بأمور دينه وهو يجد من يعلمه، ولكن عليه أن يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم، وذلك لأحد أمرين. الأمر الأول، إذا كان هناك مدارس ومعاهد وكليات شرعية مقررة فيها العلوم الشرعية وما يساعد على فهمها من علوم اللغة، فإنه ينتظم في هذه المعاهد وهذه المدارس والكليات إذا أمكنه ذلك. وإن لم يكن هناك مدارس ولا معاهد ولا كليات، فإنه يختار من أهل العلم في بلده من يطلب العلم على يديه، من يطلب العلم على يديه، يختار أحسن من يجد علما وتقوى لله عز وجل. الأمثل فالأمثل، أحسن ما في بلده ويطلب العلم على يديه، ويبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات في الفنون، في كل فن مختصر يحفظه ويتقنه ويشرح مدرسه له معانيه، يشرح له معانيه ويبينها له، فيأخذ مثلا مختصرا في الفقه، ومختصرا في التفسير، مختصرا في الحديث، مختصرا في النحو، مختصرا في أصول الفقه، مختصرا في مصطلح الحديث، ومختصرا في العقيدة. هذه مختصرات في كل علم وفي كل فن، كالمبادئ والمداخل لهذه العلوم. ولا يبدأ بالمطولات من الكتب، بل يبدأ بالمختصرات يحفظها ويتقنها ويتفهم معناها، لأن هذه المختصرات مفاتيح للعلوم وأبواب للعلوم، ولا يزهد فيها ويقول هذه اختصارات يسيرة ويبدأ بالمطولات، فإن هذه طريقة غير صحيحة. ولذلك العلماء رحمهم الله لخبرتهم بالتعليم ألفوا هذه المختصرات لطلبة العلم، لأنها تفتح لهم العلوم. وإذا لم يجد طالب العلم في بلده من العلماء من يطلب العلم على يديه، فلينتقل إلى بلد آخر، يرحل في طلب العلم إلى البلد التي فيها العلماء وفيها المدارس الشرعية، يرحل إليها، يسافر إليها ويغترب من أجلها، كما كان العلماء الزمان السابق يسافرون ويرحلون في طلب العلم. فالعلم لا يحصل عفوا ولا يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالتعب والصبر. ثم على طالب العلم أن يحسن النية في طلبه للعلم، لأن يطلب العلم لوجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولا يريد به طمعا دنيويا، وإنما يريد به وجه الله، ويريد أن يصحح أعماله على بيان من العلم النافع، يعمل على بصيرة حتى يكون عمله صحيحا. وعلى طالب العلم أن يتأدب مع العالم الذي يتلقى العلم على يديه، أن يتأدب معه وأن يحترمه، لأنه إذا لم يحترم معلمه فلن يستفيد منه. وكذلك على طالب العلم أن يصبر على طلب العلم، لأن طلب العلم فيه مشقة وفيه طول زمان، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى صبر، فقد لا يتضح له العلم في أول مرة ولا ثاني مرة، فلا ييأس، يصبر حتى يتضح له العلم
يقول الشاعر: اطلب العلم ولا تضجر، فآفة العالم أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر. فلا بد من الصبر في طلب العلم على ما ينال من المشقة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. لازم من الصبر تحمل يلاقي مشقة وتعب فيصبر على هذا. ثم على طالب العلم أن يعمل بما علمه الله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله، ما يتعلم العلم ويعطل العمل، فإن العلم يزكو بالعمل ويزيد بالعمل ويبارك الله فيه ولو كان قليلا، لكن إذا لم يكن هناك عمل فإن العلم يرحل، كما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا رحل. العلم إنما يثبت بالعمل، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فثمرة العلم وبركة العلم بالعمل. ثم على طالب العلم إذا علم شيئا من الأحكام الشرعية وأمور الدين عليه أن يدعو إلى الله وأن يعلم الناس الخير وأن ينشر العلم الذي عنده حتى ينفعه وينفع غيره. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه من البادية ومن البلدان يتفقهون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى قبائلهم وإلى بلدانهم فينشرون العلم، ينشرون العلم الذي حصلوه، ينفعون به أنفسهم وينفعون به غيرهم. وعلى طالب العلم أن يكون قدوة صالحة في نفسه، في أعماله وفي أقواله، يكون قدوة صالحة للناس لأنه يحمل العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى طالب العلم أن يشعر دائما بالنقص وأنه جاهل، ولا يرى أنه عالم أو يرى نفسه أنه صار عالما. فمن قال أنا عالم فهو جاهل. الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا شعر طالب العلم بأنه بحاجة إلى التعلم دائما زاد علمه وحرص على طلب العلم. أما إذا رأى أنه قد كمل وأنه صار عالما فإنه يترك طلب العلم. فعليه دائما أن يشعر أنه بحاجة، والعلم ليس له حد. العلم ليس له حد، ما ليس أحدا أو ليس أحد أحاط بالعلم، وإنما كل يأخذ من العلم بقدر ما آتاه الله. وجاء في الحديث أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر ليتعلم منه ووجده وصاحبه في القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف، بينما هما جالسان على ساحل البحر إذ جاء طائر فوقع على السفينة ثم غمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. فلا يتراءى لطالب العلم أنه صار عالما وأنه صار
أعلم من غيره، وأن غيره لا يفهمون كما يظهر على بعض المنتسبين إلى العلم اليوم، يحتقرون العلماء ويحتقرون أكابر أهل العلم، ويرون أنهم ما يفهمون ولا يفقهون الواقع كما يقولون، ويتنقصونهم، بل يتكلمون بكلام قبيح، يقولون هؤلاء علماء حيض، هؤلاء علماء نفاس، هؤلاء علماء الاستجمار والاستنجاء، يحقرونهم ويحقرون علمهم. فهذا من الجهل والكبر والعياذ بالله، ومن احتقار العلماء. فعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحترم العلماء، وأن يستفيد منهم، وأن يرى نفسه أنه بحاجة إليهم، وأنه أصغر منهم حتى يستفيد منهم. أما إذا تكبر وأعجب بنفسه أو احتقر العلماء فإنه يحرم من العلم، يحرم من العلم النافع. فعلى طالب العلم، وكذلك على طالب العلم أن يتأدب مع مدرسه في وقت الدرس، وأن ينصت إلى ما يقوله المدرس، ولا ينشغل عنه ولا ينصرف عنه بفهمه أو بوجهه، بل عليه أن ينصت وأن يتلقى ما يقوله مدرسه بلهف وشغف وإقبال، حتى يرزق العلم النافع. كان من العلماء من إذا رأى من بعض الطلبة أنه يلتفت في وقت الدرس، إذا رآه يلتفت، مجرد التفات يطرده من الحلقة تأديبا له، لأنه ما يمكن طلب العلم مع الانشغال ومع الصوارف، لا بد. ويقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه قليلا منه، أما إذا لم تعطه شيئا من الاهتمام ومن الإقبال عليه فإنك لن تحصل على شيء. فعلى طالب العلم أن يتأدب بآداب طلب العلم حتى يرزق العلم. الله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها، ولكن البر من اتقى. وليس البر في أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، فالعلم يؤتى من أبوابه ولا يؤتى من ظهره ولا من أعلاه، وإنما يؤتى من أبوابه، ويؤخذ شيئا فشيئا، مسألة مسألة. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا ربانيين، الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني، المربي الصحيح الذي يربي الطلاب فيعلمهم صغار المسائل قبل الكبار. أما الذي يعلمهم الكبار قبل الصغار فهذا قد عكس القضية، فينعكس عليه المطلوب. من طلبة العلم نسمع منهم كلام، أنهم يتكلمون في الفقه، يتكلمون في كتب الفقه ويزهدون فيها، ويقولون فيها أقوال وفيها آراء. نعم، كتب الفقه فيها أقوال، فيها آراء، وفيها اجتهادات لأهل العلم، وطالب العلم يعرف الأقوال ويعرف الاجتهادات ويعرف أدلتها، ثم يقارن بينها ويأخذ الصحيح، يأخذ الصحيح. فالتعلم تعلم القول الصحيح والقول غير الصحيح، أما عند العمل وعند الإفتاء
فأنت تأخذ القول الصحيح. لكن متى تعرف القول الصحيح؟ لا تعرفه إلا إذا درست الأقوال، درست أقوال أهل العلم وفهمتها وعرضتها على الأدلة، حينئذ تستطيع. أما أنك تتركها نهائيا كما يقول بعضهم يتركون كتب الفقه وما فيها من الخير وما فيها من الأقوال والشرح والتوضيح يزهدون فيها، من أين يأخذون العلم؟ من رؤوسهم؟ من أفكارهم؟ من أين يأتيهم العلم؟ لازم أنك تدرس كتب الفقه، فهي المدخل للعلم، ولهم من لازم أن تكون كلها صحيحة أو كلها صوابا، يكون فيها خطأ، يكون فيها خطأ لأنها اجتهادات. ولكن متى تعرف الخطأ من الصواب؟ ما تعرفه إلا إذا درستها وعرفت وجوهها ومصادرها، فهي طريق إلى الفقه وإلى العلم. المسافر إذا أراد أن يسافر هل يذهب مع الطريق والجادة المسلوكة، ولا يبتدي له طريق خاص وهو ما يهتدي ولا يعرف الجهات ولا يضيع إذا رأى أنه يستغني عن الجواد وعن الطرق، فإنه يضيع وربما يهلك في المتاهة. أما إذا سلك الطريق والجادة التي عليها الناس ويمشي معها الناس فإنه يصل إلى البلد الذي يريد. كذلك طلب العلم، تأخذ الجادة المسلوكة التي عليها علماء هذه الأمة، تمشي معهم حتى تصل إلى المقصود. أما إذا كنت جاهلا بالطريق وتترك الجواد وتترك الطرق وتبتكر لنفسك طريقا بزعمك أنك تستغني عن المسالك الأخرى، إنك تضيع وتهلك. فعلى طالب العلم أنه يسير مع الهدى، مع الطريق الصحيح، مع مسالك أهل العلم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فأنت واحد من هذه الأمة، عليك أن تسير في طريق الأمة التي سارت عليه، ولا تنتهج لك منهجا جديدا كما يقول به بعض المغرورين الآن، يريدون أنهم يكونون علم من رؤوسهم ومن أفكارهم ومن إدراكهم، ويستغنون عن فقه الفقهاء وعن أقوال العلماء. فهؤلاء لا هم الذين سلكوا مسلك أهل العلم، ولا هم الذين وصلوا إلى طريق صحيح، بل صاروا تائهين في المتاهة والضياع. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نأتي طلب العلم من أبوابه ومن أصوله، على العلماء، على الكتب الصحيحة، على الحفظ والإتقان، على السؤال لما أشكل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تستكبر عن السؤال يا أخي، إذا أشكل عليك أمر فاسأل أهل العلم، ولا تستكبر وتقول أنا فوق هذا الشخص، كيف إني أسأله. فالذي ينتهج هذا المنهج وهو منهج الاستقلالية هذا يضيع. أما الذي ينتهج منهج أهل العلم ويسير في طريقهم وعلى أثرهم ويستفيد من علمهم وخبرتهم، هذا هو الذي سلك الطريق الصحيح للتعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: يحتاج كثير من طلاب العلم المغتربين إلى الزواج، لكن ذلك قد يعوق طلبهم، فبماذا تنصحونهم؟
ننصحهم بطلب العلم، إذا تعارض الزواج مع طلب العلم ننصحهم بأن يقدموا طلب العلم، لأن الزواج لا يفوت، أما طلب العلم فإنه يفوت. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يسيئون الظن بالعلماء بسبب أن العلماء قد يتوقفون في بعض الأحيان عن الترجيح؟ هؤلاء جهال، لا نؤاخذهم لأنهم جهال لا يعرفون قدر العلماء لجهلهم، والجاهل أحسن ماله يترك ولا يلتفت إليه. نعم. الله في هذا هو بلازم إحضار الكراسة والقلم، على حسب حاجة الإنسان، فإن كان يحتاج إلى الكتابة يحضر الكتابة، وإن كان ليس بحاجة إلى الكتابة يتفرغ للاستماع فلا بأس. الناس يختلفون في هذا. نعم. يقول السائل: ما هو المتن الفقهي الذي يدرسه طالب العلم المبتدئ في مذهب الحنابلة؟ في مذهب الحنابلة فيه مختصرات، فيه مختصرات. أولا كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، كتاب مختصر في العبادات، العبادات خاصة. وفيه متن الدليل، متن الدليل للشيخ مرعي الحنبلي، وفيه متن الزاد وهو أضخم من متن الدليل، الدليل أخصر وأيسر، لكن متن الزاد أكثر مسائل وأغزر علما. وفيه مختصر أيضا يقال له أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، أيضا هذا مفيد جدا. نعم. يقول السائل: امرأة تعمل في فرنسا وتمنع من تغطية شعرها أثناء العمل، فما حكم عملها؟ هل تتركه؟ تترك العمل الذي يلزمها على المعصية، عمل الذي يجبرها على المعصية تتركه، تطلب عملا آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يطلب الرزق بالطرق المباحة لا بالمعصية. نعم. يقول السائل: أنا شاب جديد الهداية، فبماذا تنصحونني في بداية طلب العلم علما أنني لا أعلم شيئا في هذا الدين؟ كما ذكرنا تلازم حلقة الدراسة في المساجد، وإن تيسر أن تلتحق بالدراسة النظامية كمعهد الحرم أو دار الحديث المكية أو المعهد العلمي فاحرص على ذلك. نعم. يقول السائل: تقول السائلة: يخرج مني دم لونه بني نقطة ونقطتين مرة يوما ومرة يوما بعد يوم، هل أصوم أو أصلي؟ اليوم الذي لا يظهر فيه شيء تصومه وتصلي، أما اليوم الذي يظهر فيه شيء من الدم تعتبره حيضا، إلا إذا كان نقطة واحدة وينتهي فالنقطة لا يلتفت إليها، لكن إذا كانت كدرة مستمرة طول اليوم هذا يعتبر حيضا، أما نقطة واحدة هذا لا يلتفت إليه. نعم. يقول السائل: رجل مخرج من الجامعة ويريد أن يتوظف، أعطى رجلا مالا ليحصل على الوظيفة، هل هذا يعتبر رشوة؟ إن كان هذا الذي أعطاه مسؤول، إن كان أنه مسؤول فهي رشوة، أما إن كان أنه ما هو مسؤول ولا موظف وإنما يقول له أنا بسعى لك، هذه شفاعة، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، هذه شفاعة، والشفاعة عمل خير ولا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة. نعم. فعلى كل حال هذا ما يجوز، إما أنه رشوة وإما أنه أخذ أجرة على الشفاعة، ولا يجوز هذا. نعم. يقول السائل: أجمع مالا للزواج فهل فيه زكاة؟ نعم، إذا اجتمع عندك نقود وبلغت النصاب وحال عليها الحول تمت سنة تجب فيها الزكاة. نعم، ولو كنت تريدها للزواج. نعم.
يقول السائل: هل يشار رامي الحجر الأسود في الشوط السابع؟ نعم، يشار إليه في بداية الطواف ويشار إليه في النهاية. نعم. يقول السائل: ما حكم اللقطة إذا كانت مطوية يوجد فيها ذكر الله، أو كتيب يوجد فيه ذكر الله تعالى؟ اللقطة إذا كان لها قيمة فلا تأخذها إلا بشرط، أن تتعهد في تعريفها والنداء عليها حتى تجد صاحبها. أما إذا كنت لا تلتزم بتعريفها والبحث عن صاحبها فاتركها ولا تتحمل مسؤوليتها. نعم. يقول السائل: هل يجوز للخطيب أن يراسل مخطوبته؟ لا يكون بين الخطيب وبين مخطوبته اتصال، وإنما يكون بينه وبين وليها، يكون الكلام بينه وبين ولي المرأة، ولا يكون الاتصال بينه وبين المرأة نفسها، لأن هذا يجر إلى شر. نعم. وربما يغضب الولي ويحصل اتهام، فيكون الكلام مع الولي، ولي المرأة. نعم. يقول السائل: نريد منكم توضيح الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. الرقية الشرعية هي أن يقرأ على المصاب من القرآن، يقرأ عليه من القرآن، تقرأ عليه سورة الفاتحة، تقرأ عليه سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، ويقرأ مع هذه السور ما تيسر من القرآن والأدعية الشرعية، يقرأ وينفث على المريض، هذه هي الرقية الشرعية. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها في الصلاة في الحرم المكي وهي في أماكن النساء؟ إذا لم يره الرجال وإنما هي في مجتمع نساء فلا بأس، أما إذا كان بمشهد من الرجال أو مرور الرجال فيجب عليها الحجاب في الصلاة وغيرها. نعم. يقول السائل: فتاة تريد أن تجري عملية على العين بأن تأخذ قرنية من شخص ميت، ما حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي؟ الميت لا يجوز العبث بجثته، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز العبث بجسم الميت وانتزاع أعضائه، بل الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يتعرض لجثته بمثلة أو تقطيع أطراف أو أعضاء أو غير ذلك. نعم. يقول السائل: هل يمكن لطالب علم أن يشرح لمجموعة من الطلبة كتاب مختصر في الاعتقاد؟ ما يجوز يشرح لهم إلا إذا كان عالما، لا بأس، أما أنه طالب علم ما تعلم ولا فلا يجوز له أنه يشرح للناس، وقد يخطئ كثيرا ويعلم الطلاب خطأ، وهذه هي المصيبة والآفة الآن من المتعالمين، أنهم صار يتعلم بعضهم على بعض أو يتعلمون على أنفسهم ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا يتعلمون من أهل العلم. نعم. فلا يجوز لأحد أن يشرح الكتب إلا إذا كان متمكنا وعالما. نعم. يقول السائل: جدتي حجت منذ 3 سنوات ووكلت أحد الأشخاص في رمي الجمرات، وعند عودته إلى البلاد أخبرها بأنه لم يكمل جميع الرمي. عليها فدية، بدل الرمي، تذبح في مكة، شاة تذبح في مكة توزع على الفقراء، وإن كانت فقيرة ولا تستطيع فإنها تصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: ما حكم المأموم الذي ينام في الصلاة وما حكم صلاته؟ إيش؟ ما حكم المأموم الذي ينام في الصلاة وما حكم صلاته؟ لا يضر النوم الذي يأتي على الإنسان وهو يصلي، لا يضر هذا، هذا قل من يسلم منه، خصوصا إذا كان قد سهر الليل، فالنعاس اليسير لا يضر في الصلاة. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجرح والتعديل في هذا الزمن، وهل يجوز نشره على عامة الناس وطلبة العلم أم لا؟ الجرح والتعديل هذا من علم الإسناد، من علم
أسانيد الحديث، وهذا إنما يختص بالعلماء، يختص بالعلماء المحدثين. أما الأطفال والمبتدئون والجهال فلا يجوز لهم أن يدخلوا في ما لا يحسنون. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة لبس الألبسة الضيقة أمام النساء؟ لا، لا يجوز لها أن تلبس الملابس الضيقة لا عند النساء ولا غير، لأن إذا لبستها عند النساء صارت قدوة سيئة يقتدين بها ويقولون انظروا إلى فلانة تلبس كذا، يلبسن مثلها فتكون قدوة سيئة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن تصلي على الجنازة في أوساط الرجال؟ خلف الرجال، النساء يصلين خلف الرجال، هذا السنة في صلاة الجنازة وغيرها، إلا إذا كان هناك زحام شديد مثل المسجد الحرام ولا يمكن تتمكن النساء من الانعزال بسبب الزحام، فالأمر في هذا سهل حسب الضرورة، حسب الضرورة والإمكان. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ ليس للعمرة طواف وداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يأمر المعتمرين. نعم. يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر للمرأة بالألوان المختلفة؟ الشعر إذا كان فيه شيب أو فيه تشويه إنه يغير بما يزيل الشيب أو يزيل لون الشيب ويزيل لون التشويه، ويكون بغير السواد الخالص، يغير بغير السواد الخالص. أما إذا كان الشعر ليس فيه شيب وليس فيه تشويه وإنما هو شعر جميل بفلقته، فهذا يترك على ما هو عليه ولا يغير إلى لون آخر. نعم. يقول السائل: ما حكم تأخير الزكاة مع العلم أني كنت مسافرا حين حان وقت إخراجها؟ زكاة إيش، الفطر ولا المال؟ المال. زكاة المال لا بأس، إذا ما تمكن من إخراجها فإنه يخرجها متى ما تيسر له ذلك، تبقى في ذمته ويخرجها متى تيسر له ذلك. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يجمع الطلبة ويأمرهم بحفظ الجمع بين الصحيحين في مدة 5 أيام؟ هذا عبث، هذا من العبث اللي يقولون احفظوا القرآن في مدة شهر، احفظوا الصحيح في مدة كذا، هذا من العبث وتكليف ما لا يطاق. المفروض أنه يعطيهم مدة كافية للحفظ. ثم أيضا ليس المهم هو الحفظ، المهم الفهم، والفهم لا يكون إلا على أيدي أهل العلم، لا يكون بالحفظ فقط. فإذا وجدت عالما تحفظ وتدرس عليه فهذا هو المطلوب، أما إذا لم تجد من العلماء وتريد أنك تحفظ فقط الحفظ لا يفيدك شيئا. نعم. يقول السائل: هل من أدب طالب العلم أن يجادل شيخه خاصة إذا كان برفع الصوت وأمام الناس؟ لا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، يجب التأدب مع المعلم، وإذا رأى أنه حصل خطأ من المعلم فليأتي به عن طريق السؤال لا عن طريق الجدال، وإنما يسأله، يقول ما حتى إن الشيخ ينتبه لأنه أخطأ، ويكون بطريقة مؤدبة. نعم. ولا يتظاهر الطالب بتخطئة معلمه أو تخطئة شيخه. نعم. يقول السائل: أنا أحاول حفظ القرآن ولكني لم أجد حفظه، فهل أترك حفظ القرآن وأتجه إلى العلوم الأخرى؟ ما حفظ القرآن ما يمنع من العلوم الأخرى، تحفظ القرآن وتتعلم العلوم الأخرى، ما يمنعك حفظ القرآن من ذلك. نعم. والقرآن ولله الحمد ميسر لمن أراد الحفظ، هو ميسر،
نعم. يقول السائل: أتيت من الرياض للاعتكاف وتركت زوجتي وأطفالي الصغار عند صديق لي قد طلق زوجته، ولكن لديه بنت قد بلغت منذ عامين، هل وجودها في بيت هذا الصديق يعتبر طريقة غير شرعية؟ أنت أخطأت في كونك تجي للعمرة وتضيع أولادك، أولادك ألزم عليك. لو بقيت مع أولادك في بيتك كان هذا هو الواجب عليك، أما أنك تأتي لسنة وتترك رعيتك وأولادك هذا خطأ. نعم. يقول السائل: كيف تكون المعاملة مع شخص قذف مؤمنا بدون شهود؟ المسألة القذف هذه حق للمقذوف، إذا طالب المقذوف بحقه هذا يكون عند القاضي، تكون المطالبة عند القاضي، القاضي ينظر في القضية. نعم. يقول السائل: كيف تكون الطريقة لدى طالب العلم في تفسير القرآن الكريم؟ طالب العلم ما يفسر القرآن، يفسر القرآن علماء التفسير، اللي يفسرون القرآن هم علماء التفسير، أما طالب العلم فهو يقرأ كتب التفسير ولا يفسر هو. نعم. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لأهل فلسطين؟ الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها من أهل فلسطين وغيرهم، إذا انطبق عليهم وصف أهل الزكاة، إذا انطبق عليهم الوصف الذي ذكره الله يعطون منها. نعم. يقول السائل: أثناء طوافي حول الكعبة وجدت 50 ريالا وأخذتها وهي الآن معي، ماذا أفعل بها؟ تصدق بها، أعطيها محتاج ويكون أجرها لصاحبها. نعم. يقول السائل: هل يجوز لأهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من الصدقة المستحبة غير الصدقة الواجبة؟ لا، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، لا الواجبة ولا المستحبة. نعم. يقول السائل: بماذا تنصحون الطلاب الذين يطلبون العلم عند مشايخهم فترة بسيطة ثم يستقلون عنهم بالتدريس والإفتاء؟ لا غلط، يستقل بالتدريس إلا إذا صار عالما وأخذ الإجازة من مشايخه، إذا أخذ الإجازة من مشايخه فإنه يستحق أن يكون مدرسا، أما إذا لم يحمل الإجازة لا من كلية أو جامعة شرعية ولا من عالم معروف فإنه لا يستحق أن يكون مدرسا. نعم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الطلب؟ هل يأخذ الطالب فنا واحدا ويدرسه حتى ينتهي أم يأخذ عدة فنون؟ الطريقة الصحيحة أنه يأخذ عدة فنون شيئا فشيئا، يأخذ من النحو، يأخذ من الفقه، يأخذ من المصطلح، يأخذ من أصول الفقه، كل يوم درس من هذا وهذا، لأن العلوم يساعد بعضها بعضا، فإذا أخذها جميعا شيئا فشيئا فإن بعضها يساعد بعضا، أما أنه يقتصر على فن واحد هذه ليست طريقة صحيحة، لأن الفن الواحد لا يستقل عن بقية الفنون ولا يستغني عنها. نعم. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بحفظ بلوغ المرام أم كتاب الصحيحين؟ مسألة الحفظ ما هي العلم، المهم أنه يجد مدرس، يجد معلما من العلماء، ثم المعلم هو الذي يرشده إلى البلوغ أو إلى غيره من الكتب المناسبة، أما أنه يأخذ كتاب ويحفظه بدون معلم هذه طريقة لا تجدي شيئا. نعم. يقول السائل: هل تنصحون الطالب العلم بدراسة كتب العلم المختلفة على شيخ واحد أو تعديد المشايخ؟ حسب التخصص، إذا وفقه الله لشيخ عنده علوم كثيرة، تخصصات كثيرة، فلا مانع أنه يقتصر عليه، أما إذا وجد عالما في النحو وعالما في الفقه وعالما في التفسير فيقرأ على عدة علماء، كل واحد بما
يتخصص به. نعم. يقول السائل: ما حكم من قتل قاتل أخيه وهو في بلد لا تحكم بشرع الله وله الحق في القصاص وجزاكم الله خيرا؟ القصاص لا يثبت إلا بحكم الحاكم، هذه المسألة فوضى. يحكم لنفسه بالقصاص ما يجوز هذا، ما يحكم بالقصاص إلا المحكمة الشرعية. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في العمارات المجاورة للحرم اقتداء بإمام الحرم صحيحة وإن لم تكن الصفوف متصلة؟ تكملة للسؤال اللي قبل هذا، القصاص له شروط، القصاص له شروط لا بد أن تتوفر، والشروط هذه لا يطبقها إلا القاضي، يرى هل الشروط متوفرة أو ما هي متوفرة، يحكم بالقصاص أو لا يحكم. المسألة ما هي فوضى، كل يقتل ويقول هذا قصاص، ما يصلح هذا، بهذا تسفك الدماء. نعم. السؤال يقول السائل: هل الصلاة في العمارات المجاورة للحرم اقتداء بإمام الحرم صحيحة وإن لم تكن الصفوف متواصلة؟ ما يجوز هذا، ولا تصح الصلاة إذا كان بين العمارات طرق يمشي فيها السيارات ويمشي فيها الناس، هذه لا تصح الصلاة في العمارات. نعم. يقول السائل: تعيش ابنة أختي اليتيمة معنا في البيت ونقوم بصرف المرتب الخاص بها والذي تعطيه لها الدولة، فهل يجوز لنا صرفه على البيت علما بأننا فقراء؟ الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فيجوز أن تخلطوا طعام الفقير اليتيم مع طعامكم وتأكلون جميعا، أما أنكم تأخذون مال اليتيم وتأكلونه هذا لا يجوز، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لكن تأخذون قدر حاجة اليتيم وتخلطونها مع طعامكم وتأكلون جميعا. نعم. يقول السائل: هناك من يقول أن ختم القرآن في صلاة القيام ودعاء ختم القرآن بدعة، فما ردكم عليه؟ لأنه لا يعرف البدعة، هو لأنه لا يعرف ضوابط البدعة، كل شيء عنده بدعة، اللي ما يعرفه يسميه بدعة. ختم القرآن هذا معروف عند السلف، ذكره الإمام أحمد وأنه أدرك عليه أهل الحجاز وأهل وعمل به الإمام أحمد وصلى خلف الإمام وأمن على دعائه كما ذكر ذلك صاحب المغني. فهل المسلمون على بدعة إلى ما جاء الشخص هذا وتنبه وقال تراكم على بدعة؟ يعني كل المسلمين من عهد الإمام أحمد أو قبله كانوا على بدعة حتى جاء الشخص هذا؟ حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب عليه أنه يتعلم أول قبل يتكلم، لا يجوز الإنسان يتكلم قبل أن يتعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل مسلم؟ حسب الاستطاعة، كل مسلم يجب عليه أن ينكر المنكر بحسب استطاعته، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. يقول السائل: هل يجوز صرف الفوائد الربوية لشراء الكتب لطلاب العلم؟ لا، الفوائد الربوية حرام وسحت ونجسة، لا يجوز أن يشترى بها كتب، وإنما إذا تاب إلى الله وترك الربا وعنده أموال من الربا يضعها في مشاريع عامة مثل الطرق ومثل دورات المياه ومثل الأشياء العامة لمصلحة الناس عموما. أما العلوم الأمور الشرعية كالمساجد والكتب فلا تمول من الربا، لا تمول من مال الربا لأنه سحت. نعم. يقول السائل: بعض الإخوان يقرؤون في كل علم مختصرة ثم يختصون في علم من العلوم، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ تخصص هذا فيما بعد، هذا ما هو من أول الأمر،
أول الأمر يقرأ مشترك من العلوم من كل فن بمختصر، فإذا صار عنده حصيلة من العلم وأراد أن يتخصص في فن من الفنون فله ذلك، بعدما يقطع مرحلة أو مراحل من طلب العلم ويتحصل على الفنون العلمية. نعم. يقول السائل: هل صلاة الضحى هي صلاة الشروق أم هي مستقلة عنها؟ كل ما يصلى بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، كل ما يصلى في هذه الفترة يسمى صلاة الضحى. نعم. وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات ب4 تسليمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.